ما يجيش شبه رجل انه يتجرأ على هذه المدينه اللي هي مدينه الشرفاء. انت جيتي للسهره باش تنشطها، قم بالتنشيط ديال هذيك السهره وما دير العيب حتى من واحد. انت اسف في ضيفك وغدي منها الفلوس وكتقول بان ما فيهاش رجال. حنا كجمعيه حقوقيه غدا ان شاء الله باذن الله غنحطوا شكايه في الموضوع ونتمناو ولنا الثقه في قضائنا الشامخ والنزيه. حنا غنوروك بان اسفي فيها رجال وفيها ابطال بيد من حديد، كل من سولت له نفسه انه يتجرأ على اسفي او مدن اخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم عبد القادر مزرعة المنسق الجهوي للمرصد الوطني لتخليق حياة العامة محاربة الفساد وحماية المال العام. تابعنا وكما تابع الشأن المحلي وكذلك الوطني ان جاء في احد الاشرطة على لسان احد شبه رجل كيقول بان اسفي ما فيش رجال. اللي غنقول لي بان اسفي خرجت رجال، خرجت ابطال، خرجت علماء، فلاسفه، ادباء، شعراء، من الناس اللي سناو على الواثقه ديال الاستقلال، منهم سبعه من اسفي. هاد السيد اللي كيقول وكيتجرأ وكيقول بان اسفي ما فيهاش رجال، نحن كجمعيه حقوقيه غنحطوا شكايه السيد وكيل العام بفتح تحقيق في الموضوع وغنعرفه وغنوصلوا معاه حتى الاعلى مستويات واعلى سلطه في البلاد باش نعرفوا واش اسفي فيها الرجال وولدت رجال ولا ولدت غير شبه رجال بحاله. العيب ماشي منه، العيب من الناس اللي جابوه لهاد السهره وعطوه ما يفوق 3 ملايين باش يقول هاد الكلمة. انت جيتي للسهرة باش تنشطها، قم بالتنشيط ديال هذيك السهرة وما دير العيب حتى من واحد. انت اسفي ضيفك وغدي منها الفلوس وكتقول بان ما فيهاش رجال. حنا غنوروك بان اسفي فيها رجال وفيها ابطال. اسفي ماشي مدينة ديال الاجرام، اسفي بلاد الحضارة، بلاد الكرم. علاش كيقولوا الاجرام؟ لان دوك الجرائم اللي جات الاسفي جات متزامنه مع بعضياتها، ولا جينا نشوفوا او نحللوا هذيك الجرائم اللي وقعت ما فيهاش كريساج، ما فيهاش اختطاف، ما فيهاش اغتصاب. غنبداو بالقتل ديال عزيب درعي، كانت مناوشات على فتاه. الشخص اللي ديال سكتران انه مريض نفساني تلقى التران، الشخص ديال حد حراره ان هذاك السيد الثاني مريض نفسي اللي كان قتل ربما الاب ديالو ولاش غير. هاد الاحداث جات متزامنه في اسبوع هي اللي دارت ضجه وكتقول بان اسفي بلاد الاجرام، بلاد اسفي، بلاد سلم وبلاد الامان. احنا عندنا الامن وعندنا كل شيء في اقليم اسفي، اللي خاص وهو تشغيل الشباب وخاص التنميه. من هذا المنبر نطالب المسؤولين المستشارين البرلمانيين الله يجازيكم بخير، ملي كتجو عاد الناس وكتدور وكتقولوا من البرامج الانتخابيه ديالهم وكتصوت عليكم وكتوضع فيكم الثقه، الله يجازيكم بخير، ما تخسروش هذيك الثقه ديال الساكنه، طبقوا البرامج الانتخابيه ديالكم. راه حتى انتوما كتشاركوا في هذا الشيء، تيولي هذا يتجرأ وكيقول اسفي ما فيهاش رجال. اكو كنتوا انتوما ايها المسؤولين قد المسؤوليه ديالكم، راه ما يجيش هذا انه يتجرأ ويقول هذا الشيء. ونطالب من هذا المنبر ديالكم الموقر، نطالب السيد وكيل العام بمحكمه استئناف باسفي بفتح تحقيق في الموضوع. حنا كجمعيه حقوقيه غدا ان شاء الله باذن الله غنحطوا شكايه في الموضوع ونتمناو ولنا الثقه في قضائنا الشامخ والنزيه ونتمناو من الله ديك الشكايه تبع المسار ديالها صحيح باش نضربوا بيد من حديد كل من سولت له نفسه انه يتجرأ على اسفي او مدن اخرى. نحن في المغرب بلاد سلم، بلاد سلام، تحت القياده الرشيده لجلاله الملك محمد السادس نصره الله. ما يجيش شبه رجل انه يتجرأ على هذه المدينه اللي هي مدينه الشرفاء. اسفي فيما مشيتي، حنا ولاد اسفي ملي كتمشي غير شي مدينه اخرى كتشتاق انك ترجع لان اسفي ولافه. كيقولوا كنسمعوا الوالدين وجدودنا وكل شيء كيقولوا الا كليتي
40 خبزه في اسفي اصبحت ولد اسفي، لان عبده ولافه والناس ديالها ناس الكرام، خبزه كيقسمها معاك واخا رغم القله ديال شي وما كاين خدمه ما كاين والو. راه المنزل اللي دقيتو عليه في اسفي اقسم بالله بنادم حتى يدخل ويبات مع شي واكل شارب، وكنطلبوا مره اخرى من السيد وكيل العام باش يفتح تحقيق في الموضوع والضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه انه يعتدي على الشرفاء ديال هذه المدينه. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تيفي جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.